اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده عندنا ان شاء الله حلقه تعجبكم، لطيفه وخفيفه وسريعه كالعاده. احنا الهدف هنا من البرنامج الستات اللي مش عايزه تقف في المطبخ كتير او ما عندهاش وقت او بتشتغل وعندها اولاد و فتقدر تعمل اكل لطيف جدا بس سريع جدا في نفس الوقت. اول وصفه عندنا النهارده فراخ بالجنزبيل والعسل. تاني وصفه عندي كفته، بس مش هتتعمل لا بلحمة ولا فراخ ولا أي حاجة، هتتعمل بالحمص والبطاطس. وآخر وصفة عندنا سلطة الجزر اللي بالفاصوليا. إن شاء الله كل الوصفات تعجبكم. تعالي أقول لكم أول وصفة إيه. الفراخ أنا هنا هستخدم دبابيس فراخ، طبعا تقدروا تستخدموا صدور، تقدروا تستخدموا فرخة كاملة، أي حاجة زي ما أنتوا عايزين. عندي جنزبيل فريش، ثوم بود مفروم، عسل أبيض. ممكن كمان الوصفه دي تتعمل بالعسل الاسود ويطلع لطيف جدا لو انتوا حابين، بس يعني لونها هيبقى غامق شويه. هحط كمان عصير ليمون، ملح وفلفل ده اكيد. الوصفه الثانيه عندنا الكفته، هنستخدم لها حمص مسلوق واحنا هنطحنه، وهنستخدم لها بطاطس سلقينها وبعدين هرسناها. معانا كمان ملح وفلفل، كمون، جوزة الطيب، بابريكا. هنستخدم كمان معاها سمسم، حبة البركة، وهنعمل لها بانيه. فهنحتاج زيت للقلي، بصمات، دقيق، وبيض مخفوق. تعالوا بقى نبدأ أول حاجة بالفراخ، هنتبلها الأول. أول حاجة كالعادة التتبيلة، لو قدرتوا ان انتوا تأخروا شوية الفراخ في التتبيلة يبقى أحسن. هنبدأ أول حاجة بالثوم و الجنزبيل. نحط الأول شوية من الزيت، ونحط عصير الليمون. هجيب الملح والفلفل هنا. نحط ملح، نحط فلفل. احنا كده حطينا كل المكونات. اللي انا محتاجه اعمله اني اجيب الفراخ، احاول اشقها كده، يعني اديها كذا، يعني بالنسبه للدبابيس ممكن اكتفي بشق كده واحد، ده عشان تستوي بسرعه، وعشان كمان التتبيله تخش جواها فطعمها يبقى احلى كتير. اوكي كده كفايه قوي. ناخد بقى الفراخ ونحطها في التتبيلة، و احنا مسخنين لها هنا الجريل على فكرة، عشان زي ما احنا متعودين تنزل على طول تاخد اللون بتاعها وميتها ما تنزلش فما تنشفش. تقدروا بعد كده تكملوا سوى الفراخ على النار، على الجريل، على نار اهدى شوية، او تدخلوها الفرن، ده شيء يرجع لكم. دلوقتي بقى نتبل الفراخ من جميع الاتجاهات. اوكي نقلب، يعني على قد ما تقدروا نتاكد ان التتبيله واصله لكل الفراخ في كل حته، ومش هنرمي بقيه التتبيله عشان هنكمل سوى الفراخ فيها، بس بعد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. تعالوا نتاكد الاول ان الجريل، لا صوتها لسه مش جاهز، هنسيبها هنا نستنى لما الجريل تسخن شوية، منستعجلش عليها مش هتاخد وقت طويل. في الوقت ده ممكن نضرب الحمص ضربة عشان نبقى جاهزين للكفتة. مع الحمص وهو جوه هديله نقطة من الزيت عشان بس أساعده ان هو يختلط كويس قوي. في حمص بيتباع مهروس في السوبر ماركت، ما افضلش استخدامه خالص لانه طعمه مش طعم حمص يعني، فهيبوظ لنا الدنيا، فالموضوع مش مستاهل. الحمص ده ننقعه ونسلقه وبعدين نهرسه، او نجيب العلب بس مش المهروس، السليم زي ما احنا عاملين كده، ونهرسه في البيت. تعالوا بقى نضرب ضربه، عايزاه ناعم بس مش ميه.
عشان لما اجي اعمله كفته لو هو ميه هضطر احط له حاجات تمسكه، فما فيش داعي ان احنا نلف كل اللفه دي، فما نهرسوش قوي من الاول. عايزه طعم الحمص يبقى باين وما يبقاش ميه قوي. نضرب ضربه كمان. ونشوف الجريل جهزت ولا لا. كده جهزت. حط الفراخ بتاعتنا، ريحتها على طول طلعت حلوه جدا. اوكي، وزي ما قلت لكم هنحتفظ بالتتبيله دي عشان نستخدمها بعد كده ونكمل ضرب في الحمص. هنزله نقطه من الزيت كمان وانا بضرب. كده تمام، هياخد ضربه واحده كمان وخلاص. كده الحمص عندي جهز، مش محتاجه منه اكتر من كده. هنعمل ايه؟ نبص على الفراخ محتاجه تقليبه ولا لا، ونبدا باول واحده نزلناها. لا لسه، انا عايزه لون اغمق من كده. تعالوا نروح هناك عشان نكمل وصفة كفتة الحمص. طيب، بولة كبيرة هنحط فيها البطاطس اللي احنا سلقينها وهرسينها، مش حاطين عليها اي اضافات خالص خالص خالص. هنحط بقى دلوقتي ملح، فلفل، جوز الطيب، بابريكا، كمون، نحط الحمص اللي احنا هرسناه. تقدروا تهرسوه اكتر من كده مفيش مشكله، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم ما يعني ما يوصلش لمرحله الميه يعني. نشوف بس كده احنا محتاجين، لا هستخدم كل الحمص ده. اوكي كده كويس قوي، نرجع كل ده ورا ونطمن على الفراخ. بالنسبه لكفته الحمص انا هحط السمسم وحبه البركه بره مع البقسماط، بس مفيش مانع ان احنا نحط حاجه بسيطه خالص جوه برضو، ونطمن على الفراخ بتاعتنا. وصلنا لايه؟ لا لسه. هو ده بقى اللون اللي انا عايزاه فيهم كلهم، فمعلش نصبر عليها شويه، نصبر عليها شويه. هنا نخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها كده ونشوف هل هتمسك نفسها ولا محتاجه بيض ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه بقسماط ولا مش محتاجه حاجه. بس الاول اتاكد ان كل المكونات امتزجت كويس جدا مع بعضها، وهدوقها. انا ما عنديش حاجه هنا نيه، فهدوق عشان برضو اتاكد انه كله تمام. الوصفه دي ما افضلش ابدا ان انتوا تستخدموا البقسماط المتبل اللي احنا بنعمله دايما، عشان انا عايزه يعني مش عايزه اغطي على طعم الكفته اللي احنا عاملينها. مش محتاجه حاجه. عندي هنا بقسماط، دقيق، وبيض. هطلع بس للبيض شوية من الكريم أو اللبن، أفك بيه شوية البيض. كريمة حلوة. البقسماط ده زي ما قلت لكم حطينا شويه من السمسم وحبه البركه جوه الكفته، هنحط كمان شويه بره. عندي زيت للقلي هنا، ممكن نقلي عليه بقى لان احنا مغطيين. اوكي، طلع طبق
هنقل فيه البيض وهزود عليه شوية الكريمة. أنا عايزة بس قبل ما أروح أبتدي أشتغل في الكفتة عشان إيدي هتبقى مش نظيفة، أقلب هنا تقليبة، ودي أنا عايزة لونها غامق فما تقلقوش عليها يعني. أوكي، حط هنا شوية من الكريمة. شكراً. نقلب السمسم وحبة البركة مع البقسماط، دقيق، بيض وكريمة. تمام، يبقى طبق نحط عليه الكفتة لما نخلصها، وهنطلع فاصل نرجع تاني عشان نكمل مع بعض الأطباق بتاعت النهاردة. استنونا. بعد الفاصل، احنا هنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده اخذت اللون اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى؟ هندوب العسل جوه التتبيله بتاعه الفراخ اللي احنا احتفظنا ببقيتها كده 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 كده، وبعدين ننزل بيها على الفراخ. هو ده، نوطي بقى. هوطي بقى وهسيبها تاخد بقيه سواها على نار هاديه في كل المكونات دي، والريحه هنا هايله. عايزين تعملوا الخطوه دي وتدخلوها بعد كده الفرن ممكن، عايزين تعملوا كده بس ممكن، زي ما انتوا عايزين. كده احنا خلاص دي جاهزه تكمل سواها. هنا خليني افكركم احنا عملنا ايه قبل الفاصل. حطينا الحمص بعد ما هرسناه، طماطم مهروسة، وحطينا عليهم بقية المكونات، وهنبتدي دلوقتي نعمل مع بعض الكفتة. بطاطس مهروسة، انا قلت طماطم، بطاطس. طيب يلا تعالوا نعمل الكفتة مع بعض. نعمل كده، وزي ما انتم شايفين هي ماسكة نفسها جدا. لو مش ماسكة نفسها معاكي تقدري تحطي شوية من البقسماط او الدقيق كده اهو. وبعدين ناخد هنا وننزلها هنا وهكذا. كده احنا خلصنا كل كمية الكفتة. للي جاي لسه دلوقتي بيتفرج علينا وبيسأل ليه البيض لونه على أبيض شوية مش أصفر، احنا حطينا شوية كريمة محترمين فعشان كده اللون ده. كده الكفتة عندنا جاهزة. هنعمل ايه؟ تعالوا بس نقرب هنا كده شوية. عايزة انقل الفراخ على النار الهادية. اوكي كده، نوطي هنا بقى تاني، نسيبها خالص على مهلها لحد ما تجهز. وهنا هناخد الكفتة نظبطها هنا كده في البقسماط كويس قوي. البقسماط ده احنا حطينا له سمسم وحطينا له حبة البركة. كده احنا جاهزين على التحمير. تعالوا نشوف الفراخ هنا نطمن عليها برضو، وال الزيت نشوفه جهز ولا لسه. فراخ زي ما انتم شايفين كده لونها بقى حلو جدا، دخلت خلاص في السوى. تعالوا نشوف الزيت. تمام، هقف بقى جنبها مش هسيبها دي وامشي، لان هي تقلبتين تاخد اللون وشكرا. اشكال بقى الكفته تقدروا تعملوا اي شكل انتوا عايزينه. طبعا انتوا عارفين ان انا بستسهل دايما المدور، لكن انتوا تقدروا تعملوه اي شكل. كمان الكفته دي بصوا ما خدتش وقت ازاي، وبصوا لونها قد ايه حلو.
تقدروا بعد ما عملنا البيض والدقيق والبيض والبقسماط تقدروا تشيلوها في الفريزر، هتبقى جاهزة على القلي على طول. بس زي ما بقول لكم دايما انتوا لازم تحطوها الأول طبقة واحدة في الفريزر تجمد، نبتدي نشيلها ونقدر نحطها ساعتها على بعض عشان نضمن ان هي ما تلزقش في بعضها. ان شاء الله هتعجبكم قوي وتعجب الولاد جدا، ومفيده وسهله، يعني كل المكونات برده موجوده في البيت في اي وقت، مش محتاجين ننزل نروح السوبر ماركت وكده، فلطيفه جدا. الحاجات دي بتبقى مفيده جدا في السوبر في الفريزر متجمده لاي وقت مزنوقين فيه، فبتبقى لطيفه جدا. دي خلاص جاهزه كمان تطلع. خلوني بقى اكلمكم عن السلطه. عندي هنا سلطه جزر بالفاصوليا، مكوناتها عباره عن جزر طبعا مسلوق، فاصوليا بيضة، فاصوليا انا اسفه خضراء مسلوقه، وعندي بصل اويرما صغير، عندي فجل وثوم مفروم مستردم، وسكر، شويه زيت طبعا زيتون، وعصير ليمون. هنحط طبعا كمون، وهنحط ملح وفلفل، ده اكيد. ادي الكمون وادي الملح والفلفل. طيب شويه من زيت الزيتون، ملح، فلفل، كمون، ليمون، مستردة، سكر قليل، يعني دي يمكن معلقة شاي، فص ثوم مفروم، اوكي، كده الدريسنج جاهز. تعالوا بقى نجهز المكونات التانية. عايزة تقطيعة تكون متساوية من المكونات كلها، فأنا عندي هنا الجزر، هستخدم الصغير ده زي ما هو، بس مفيش مانع ان احنا ناخد التاني ده كده، ايه، بحيث نخليهم قد بعض تقريبا، يعني مش بالمسطرة ولا حاجة، بس الشكل يكون متناسق. حط هنا ده البيبي، نسيت اقول لكم برضو، ده البيبي كاروت بنلاقيه فروزن في السوبر ماركت، مفيش نستخدم الجزر العادي خالص، نسلقه طبعا. دول مسنوقين نص سلقه لانهم مش محتاجين يكونوا يعني مهريين قوي، وتقطعوه صغير، فمفيش مشكله لو مش موجود هنمشي نفسنا بالموجود. طيب هنا البصل، عايزينه بقى شرايح، عايزينه يعني، هو لو اصغر من كده صراحه انا كنت هسيبه زي ما هو، بس هو مش في الحجم اللي انا عايزاه قوي، ده مش هينفع واحد ياخد دي يحطها في بقه يعني، فهتبقى صعبه قوي، فعشان كده هنصغره شويه، نخليه شرايح ما يحصلش حاجه يعني. و هنغرف الفراخ اللي جهزت مع الكفته، ودايما نتعود زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا نعمل السلطه في الطبق على طول بتاع التقديم، وكمان نعمل الدريسنج الاول، لو في دريسنج يعني نعمله في الاول عشان السلطه بعد كده المكونات كلها تنزل تاخد من الدريسنج كله. البصل حامي وانا هعيط معلش تحصل. السلطه عندنا هنا جاهزه، بصوا الوانها حلوه ازاي، مفيده جدا، ما سلقناش الحاجه لدرجه ان احنا موتناها، لسه كرانشي وجميله وفايدتها ولونها فيها. عشان نحافظ على اللون بنعمل ايه؟ بننزل الخضار في شوك من الميه المتلجه، اول ما نطلعه من الميه السخنه عشان يحافظ على لونه ويوقف سوا.
اوكي هنا ده الطبق للكفته. اوكي نغرف الفراخ بتاعتنا دي بقى تتاكل معاها شويه من الرز الابيض مع حبه السلطه دول، او لو انتوا عايزين تستغنوا عن الرز خالص يكون افضل وتاكلوهم مع السلطه اللي احنا عملناها دي يكون لطيف جدا. الفراخ دي مش محتاجه اي حاجه، لونها باين جدا اهو. الصوص ده مش هنسيبه، هننزله على الفراخ. تقدروا كمان تحطوا له معلقه من النشا او الدقيق لو انتوا عايزين تتقلوه شويه، مفيش مانع. هنحط لها شويه من السمسم للجرنش وللطعم طبعا. اوكي وهنا هنغرف الكفته بتاعتنا. هسلم عليكم واقول لكم هشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ على CBC سفره. اتمنى الوصفات تكون عجبتكم واستنوني في وصفات جديده ان شاء الله. باي باي.